نظم محافظ نابلس غسان دغلس جولة تفقدية بالتعاون مع الجهات المختصة للمراقبة على أسعار السلع الاستهلاكية قبيل شهر رمضان الكريم، ولتفقد المصانع المنتجة لأهم المواد التموينية في مدينة نابلس. اليوم سننطلق إلى الأسواق وسننطلق إلى لتحديد الأسعار قبل شهر رمضان، وبالتأكيد نحن نعرف الظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني. تأتي هذه الجولة رغم الجراح، ولكن نحن دائرة العمل ستبقى مستمرة، ودائرة الصمود والتحدي، ودائرة أن نبقى جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا الفلسطيني. تأتي هذه الجولة بهدف طمأنة المواطنين على وضع المنتجات الاستهلاكية وتوفرها، وللتأكيد على التجار على عدم رفع الأسعار. هذه الجولة نظمتها وزارة الاقتصاد لإطلاع الجميع على الوفرة الغذائية للسلع الأساسية، وأنه إحنا في صدد وضع خطة شاملة للمراقبة على كل الأسواق حيث نضمن الأسعار تظل في إطار الممكن، ويستطيع كل مواطن الحصول عليه، ولا يكون هناك مغالاة في الأسعار أو تلاعب في الأسعار، وأن تكون السلع الأساسية متوفرة. وكما شاهدتوا هناك وفرة لأشهر، وبطمئن كل جمهور أن هناك وفرة كبيرة من كل السلع الأساسية المتوفرة في أسواقنا الفلسطينية. هناك دوريات تفتيشية بشكل دوري على السوق صباحية ومسائية، وهي من المهام اليومية اللي بتكون فيها تواكمنا بالشراكة مع جهات الاختصاص. بنراكم المواد الغذائية، بنراكم المواد الاستهلاكية، بنتابع الشروط الصحية لطريقة عرضها وبيعها من ناحية مدة الصلاحية، مطابقتها مع معايير الجودة، وجود بطاقة بيان باللغة العربية على المنتج، شكل العبوة الخارجي إذا كان هناك مثلا انتفاخ ظاهري أو غير طبيعي على المنتج، يعني هذا كله من أجل سلامة صحة المستهلك. الوفد زار عدة مصانع للطحين والسكر والزيت خلال جولته، مؤكدا أهمية دعم المنتج المحلي والصناعات الوطنية. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.